أنا ما أعلم. أول عقله ما أدري. زين. ثانيا نقول أن النبي ادعى دعوة. بس أفرضنا نحن المسلمين احنا بزمن الجاهلية، اجا واحد قال لنا انا نزل علي الوحي، يا ابا شنو دليلك؟ يقول انا شفت جبرائيل. زين انت تعرف هذا جبرائيل قبله؟ انت قرابتك جبرائيل؟ ابن عمك؟ اسألت جنسيته شنو؟ هوي بلكت هو جني، بلكت انت رحمت. لا يقول انا شفت جبرائيل. يا ابا شنو دليلك انه هذا جبرائيل؟ ما عنده دليل. يعني النبي ما جاب دليل على ان هذا اللي شافه جبرائيل، هو قال ان شفت فشيء كائن عجيب، هو ادعى بان انا جبرائيل. يابا انت سالت من عنده؟ جنسيتك وينها؟ بلكي يكذب عليك. لا انا صار عندي يقين بان هذا جبرائيل. طيب يقينك محترم، بس يقينك حج عليك مو علينا. بس انت عندك يقين بان مثلا الخيره زينه، بس هي هذه الخيره مو ملزمه على البقيه. انت تعتقد بالخيره، تعتقد عندك يقين، عندك يقين بان العباس يشور. يا زين انت عندك يقين حجه على البقيه. فالنبي ما جاب حجه على ان هذا هو جبرائيل، لا هو يعرفه قبلا، لا هو طلب جنسيته، جوازه، هويته، بطاقة موينية، شيء حتى يعرفه. بس هو قال انا جبرائيل صدق بي، واحنا ما نصدق. احنا لازم نثبت، قضية مو قضية هينة. زين هاي ثانية. ثالثا جبرائيل جاب لها الكلام، قال هذا هو من الله. زين انت شلون تفتهم هذا من الله؟ بلكت من عنده. يعني هو جبرائيل من نية خير من نية سوء ما علينا، قال هذا من الله. انت ايها النبي قلت له شنو دليلك على هذا من الله؟ قلت له ليش الله قال لك مباشرة خاطبك راح ادز لك واحد اسمه جبرائيل انت اخذ بكلك كل كلامه؟ الله ما قال له. واحد قال له هذا الرسالة من الله رأس القبل، قال له الله يقول لك هيك رأس القبل. يا بلكت هذا جبرائيل يكذب. زين ما عد يعني ما بين لنا، ما بين للناس للعرب انه دليل على ان هذا جبرائيل قال انه هذا من الله. يمكن مو من الله، ماخذه من عنده، لو ماخذه من واحد اخر. زين فاحنا ما ملزمين بالنظريه هاي، النظريه تواجه اشكالات عقليه. يعني بناء الوحي، بناء الاسلام على الدين دوله مبني على الرمل، ما يقدرون يجاوبون على هالاسئله. اذا بناء على رمل مبني، الوحي مبني على الرمل، كل الدين ينهار. لان اصل قضيه انتم تعتقدون في شيء وهمي، يعني ما هو النبي ما جاب دليل على انه هذا جبرائيل هو هذا نفسه مو غيره، وان هذا جبرائيل يحشي على الله. مجرد شاف واحد قال له انا من الله صدق. فشنو الحجه علينا؟ ليش احنا ملزمين بقبول كلامه؟ هو عنده يقين، خليه هو يصدق، هو يصلي، هو يصوم. فاذا هذه النظريه الموجوده الان مبنيه على الرمل، وهم، ما تقاوم المنطق العقلي. اذا اشكالات عقليه، اشكالات عقليه هوايه، احنا نكتفي بهذا حتى نصل الى البقيه. انا اعطيكم ملاحظه، شنو يجاوبون؟ يقولون يجاوبون انه هذا النبي جبرائيل جاب له قران وتحدى به العرب، فاذا جاب له معجزه
وهذه المعجزة القرآن يعني تحدى بها العرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة، إذن هو من الله، هذا دليلهم. يعني في جواب على السؤال اللي طرحته أنه كيف تفهمون أن هذا الكلام من الله، هو جبرائيل قال من الله، احنا ما نصدق بجبرائيل. هسه النبي كان معروف بالصادق الأمين، بس جبرائيل ما معروف بالصادق الأمين، ولا نعرفه ولا يمكن يكذب، والكذب همات إذا بمصلحة همات يصير زين يصير حسن، واحنا عندنا كذب أحيانا كذب إصلاح ذات البين وإنقاذ المؤمن من القتل يكون واجب أصلا، والصدق يكون حرام. هسه جبرائيل حباب وقلبه طيب شاف هذا الهمج يعبدون أصنام يذلقذهم من الخرافات، شذب لفت شذبه، قال هذا الكلام من الله، حتى شنو؟ حتى ذول العرب الهمج إذا محمد يقول هذا من عندي ما يطيعوا، إذا يقول من الله يطيعوا، قال خلها شذب هالشذبه، وهو زين سوى. فإنقاذ ملايين الناس من الخرافات ومن عبادة الأوثان هذا المصوغ للكذب، يمكن جبرائيل كذب احنا ما نعرفه زين. جواب ماذا يجيبون؟ بأن هذا جبرائيل انطى للنبي فد معجزة تحدى بها العرب.